غواصتان من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة. مفخرة أسطولنا البحري وقوته الضاربة تحمل أسماء جبال كانت بالأمس دروعاً احتمى بها مجاهدون ولقنوه دروساً في الوطنية ونكران الذات، لتكون هذه الغواصات اليوم درعاً يصطدم به غرور كل من تسول له نفسه المساس بحرمة هذا الوطن الغالي، إذ أن هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ يمتلك قدرة نارية كبيرة، يمكنها بالإضافة إلى مهامها المتمثلة في تدمير الغواصات والسفن الحربية المعادية باستعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر بحر، يمكنها أيضاً وخاصة إصابة أهداف برية في عمق إقليم العدو بصواريخ بحر بر ذات تبديل المحيط على مسافات كبيرة وبدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.